المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماع جمعيتها العامة في دورته 28 على المستوى الوزاري بالرباط. اجتماع يخصص لبحث عدد من المواضيع في مقدمتها وسائل تطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة العربية حتى يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تطوير المبادلات التجارية والتعاون الثقافي وتوطيد السياحة. وصال إمغري وسعيد إيجاسي. تناقش الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني مجموعة من المواضيع كتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تمثيل الدول العربية على مستوى المنظمة الدولية، وهو ما سيساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطيران المدني بالدول العربية. والمغرب يبذل كل جهده لدعم المنظمة وينخرط في مشاريع الاتحاد الإفريقي لتطوير منظومة النقل الجوي وتحسين السلام والأمن في هذا المجال. تتواجدوا معنا واحد العدد ديال الوزراء إخوة من البلدان العربية، وتتواجدوا معنا أيضا عدد من الرؤساء ديال المنظمات الدولية الأخرى. هذه الدورة هذه هي مناسبة باش من خلال المصادقة على التسيير وعلى الميزانية ديال هذه المنظمة، في نفس الوقت هاد الناس ملي تيتلاقاو تيتكلموا على المواضيع ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للطيران المدني. أهمية بالغة يلعبها النقل الجوي في تنمية اقتصادية جميع الدول العربية وربط هذه الدول ببعضها البعض وبباقي دول العالم. اللقاء طبعا مهم جدا للدول العربية لأنه فيه زي ما قلت محاور كبيرة جدا، بيتكلم عن إعادة تشكيل المجلس، وبيتكلم عن بعض القضايا اللي تهم الطيران المدني في الإقليم يعني، وبالتالي هو فعالية كبيرة جدا ومهمة. ليبيا حتكون في رئاسة هذا الاجتماع، واللي نتمنوه بإذن الله سوف يتم اتخاذ جملة من الإجراءات في سبيل تحسين الوضع النقل الجوي في الوطن العربي وفق متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، واللي إن شاء الله بإذن الله يكون حاضرين كل المنظمات الدولية حاضرة معنا في اجتماع هذا اليوم. كما دعا الحاضرون خلال هذه الدورة إلى أهمية تكثيف التعاون بين الدول العربية في ميدان الطيران المدني من خلال تجديد المنهجية ووسائل العمل وملائمتها مع المعايير الدولية والتطور التكنولوجي السريع والمتعدد في هذا القطاع الحيوي.